Wow, okay. أعزائي المتابعين أينما كنتم، متابع عبد الله is back. أسأل الله مساكم أصواتكم أستاذ متابعين وأكتب تابعين عبد الله من هذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله الدنيا ما أدري هو غبار هو صوف هو إيش أنا ما أدري، ولكن في فيديونا لهذا اليوم يعني بما أن شفنا الناس تحب يعني أكبر الأحجام فقلنا ليش يا متيم ما نجيب أكبر الأحجام للمرة المليار في القناة. ما أدري هو رابع فيديو ظاهر خامس فيديو شيء هالكذا، ولكن ما شاء الله عليكم لاحظ أنكم حابين هذه السلسلة مرة. وقبل لا نبدأ شو أخبار على المليون، لاحظ يعني في آخر فيديوهين صراحة شوية يعني معنا آخر فيديوهين كانوا مرة بطلين يعني رهيبين، ولكن لاحظت أن الدعم شوية قل، ما أدري هي مشكلة في اليوتيوب. فيا فيديو رد فعل الجانب الاخير تلقونه فوق هنا، جو شو سم لاف. وخلونا نبدا اول شيء عندنا لهذا اليوم. اول شيء عندنا لهذا اليوم هذا ما هو اكبر شيء، واه العكس هذا جبنا اصغر شيء موجود صراحه، يعني حبيت اني اجيب شيء كذا. هذا ايس كريم. طيب ايس كريم بالعاده متعودين على ايس كريمات بحجم معين، ولكن هذه الشركه اللي هي شركه ماغنوم حبت تجيب لنا الايس كريم هذا ولكن الحجم الصغير هذا. اوكي هذا طبعا على رازبيري، دبل رازبيري شوكولات ما شيء كذا. اوكي مثل ما تشوفوا وهو نفسه اللي داخل على رازبيري، وعلى الجنب كذا فيه رازبيري صوص ومن فوق فيه شوكولات، فبصراحه نايس يعني فكره حلوه. ضبط النكهه مره، واو حجمه صغير يعني تضرب لك 4-5 ايزي او واحد او يعني واحد يكفي. اوكي بصراحه كنت ابغى اجربه ولكن مره لذيذ راح اخلصه، بعطيه 9/10. واو نروح لاول اكبر شيء عندنا لهذا اليوم. من احد الاشياء الجميله في الحياه الهرشي كيسس من الاشياء اللذيذه والجميله، يعني شكلها يا اخي جميل وحلو كحبه الكيسس نفسها، بصراحه شكلها مره جميل يعني. وايضا طعمها من الاشياء اللي الناس تحبها، يعني اذا كنت تحب الكيسس اكتب لي تحت بالكومنتات هل تحب الكيسس هذه، يعني هل تحب الهرشي كيسس ولا تحب الكيسس ولا تحب الهرشي العادي. شوكولات ميلك يعني لذيذ يا اخي، كيسس يعني تقبلك يا اخي من كثر ما هي لذيذه. ولكن لما تتابع فيديو في قناه شخبار وتشوف كيسس كذا تعرف ان الموضوع فيه انه يعني تقول ان هذه كيسس هذه كيسس، لا تسأل شلون. جربنا واحدة ولكن كانت أصغر من هذه بكثير، بس هذه إلى الآن هي أكبر كيسس شفتها في حياتي. واو أوكي فيها وزن، ولكن إذا ما خاب ظني إنها مجوفة ماني متأكد. واو يا رجل شوف الفرق، شوف الفرق، شوف فرق الحجم يعني. أوكي إذا ما خاب ظني إنها مجوفة بس ماني متأكد. أوكي يا مجوفة باين من على الجوانب هنا. زي ما قلت لكم يعني تشعرك بالحنان بالجمال، يعني اللي كانت في واحدة أصغر منها جربناها فيديو سابق كانت أصغر من هذه، ولكنها أكبر من هذه يعني كان حجمها أصغر من هذه. يعني هذيك ما كانت مجوفة، هذيك كانت زي الكيسس إنه داخل شوكلت برا شوكلت كلها كذا شوكلت. هذه أنا أشوفها أفضل. ليش يا متيم تشوف هذه أفضل؟ هذه أفضل لأنه بصراحة يعني أنت بتاكل فيها شوكلت، أول شيء حجمها كحجم أكبر كشكل أحلى ومن داخل مجوفة، فما راح تاكل كمية شوكلت كثيرة جدا وما راح تكون مثلا خشنة على تعب أسنانك أو شيء كذا، لا بالعكس يعني إنها مرة كويسة ومرة حلوة. فللناس اللي تحب هرشي هذه بصراحة راح أشوف إنها من الأشياء اللي تفيدكم مرة، الأشياء اللي راح تعجبكم جدا 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 واللي راح يعني يستفيدوا منها عشاق هرشي. وطبعا احنا بما ان احنا في فتره الكريسماس موسم الاعياد وهالكذا فراح تلقى هدايا كثيره، يعني معظم الاشياء اللي لم تكن كل الاشياء اللي راح نجربها اليوم هي هدايا، فاذا عجبتكم اعطونا لايك وراح نجيب هدايا اكثر. انا شفت اشياء غريبه اشياء حلوه، يعني مثلا هذه الناس اللي تحب كيسس في هذه الفيديو الماضي الناس اللي تحب توكس اعطينا هذه 20,000 لايك وراح يكون في جزء ثاني مو اكبر الاشياء للهدايا في موسم الاعياد. خلينا نروح لثاني شيء عندنا هذا اليوم. في ناس ممكن تجي تسال تقول متيم
انت انسان بغيض اسلم ليش يعني يقولوا المتين يعني دائما الاشياء اللي قاعد تجربها الهدايا اكبر الاشياء دائما للناس اللي تحب الشوكولات الحلاوة الأشياء هذه فبتين في ناس تحب ستاربكس يعني حقين الأمارة ستاربكس نحب ستاربكس we go there we get our black coffee sometimes we get a decaf بس اليوم أنا جاني فرابتشينو في المزاج أبي شيء كذا يضرب في مزاج الزبدة النوعية هذه من الناس طيب أنت كلنا عندنا هذا الصديق يعني انجوي صديقك هذا لأنه يعني يعني المهم انه ايه هذا من الناس يعني تيم ايش تهديها يعني ايش يعني انت تحبه مره يعني مع انه ما ادري كيف بس ايش تهديه يعني هذا ممكن اكبر كوب شفته في حياتي ككوب يعني قهوه من ستاربكس صراحه هذه الهديه مره رايقه مره حلوه الاشياء اللي من جد حبيتها لما تجي في بطاقه تكتب من خوي لفلان يعني تكتب له كذا هذا طبعا يجي داخلها كوكيز يجي داخلها قهوه ووافل اذا ما خاب ظني ان فيها ثلاث اشياء غالنا مقص اوكي حجم الكوب صراحه مره كبير كوب الراسي اوكي خلينا نشوف شنو يطلع معاه طبعا حجم الكوب مره كبير وحلو انه من ستاربكس يعني اللايسنت يطلع معاها ثلاث اشياء يطلع معاها وافل which is nice صراحة زمان هذا اذكر اول بالسعودية كنت اكله وفجأة اختفى اللي هو الوافل اللي داخلها توفي واو مرة وحشني هذا وهم معاها short bread okay. هم معاها short bread which is nice واخر شيء واهم شيء لعشاق ستاربكس يجي معاها البايك بليس مال ستاربكس ميديوم which is nice صراحة يا كباكج واو يعني كباكج صراحة مرة حلو قيمته تقريبا 13 دولار يعتبر شوية غالي ولكن كهدية يعني شيء من ستاربكس ناس اللي تحب ستاربكس وإذا ما خبضني هذه الأشياء تنباع في ستاربكس خلونا نجربها هذه زمان عنها هذه أنا أحبها جدا بس يعني حجم المج واو مع اني ما احب القهوه وما ودي اشرب فيه حاليا يعني بس تخيلوا لي اني قاعد يعني اشرب قهوه اوكي كميه الكارمل اللي موجوده صراحه واجد توقعت راح تكون اقل صراحه من كذا او اخي مره زمان عنا هذا مره مع قهوه الان في هذا الجو بصراحه اشوف انه بيكون مره بطل هذا اكيد بعطيه 9 من 10 الحين عندنا الشورت بريد زمان عنه يعني قد جربته اكثر من مره ولكن اللي جربته بالعاده يكون حالي اذا ما خبضني هذا فيه ملوحه هذا يجي شكله طبعا جرب بسم الله هذا الحالي حلو في طعم زبده ما في نكهه قويه مره which is nice في حلاوه ملوحه بانت الحين في الملوحه هذه يعطيك تجربه حلوه اوكي مع القهوه هذا هم اشوف انه بيطلع مره لذيذ بعطيه 7 من 10 هذا وهذه كهديه بشكل عام بصراحه انا اشوفها مره حلوه للناس الرايقه الناس اللي تحب ستاربكس الناس اللي تحب الجو هذا اللي جربناه هذا بصراحه راح اشوف انها تكون هديه مره حلوه كهديه بشكل كامل ابعطيها بصراحه 8 من 10 لاني ما احب ستاربكس ولا احب ستاربكس بعطيها 9 من 10 فخروح اللي بعدها جينا الى الكتكات كتكات الامريكي انا ما احبه بصراحه مره يعني في ناس تحبه في ناس كثيره تحبه انا ابدا مو واحد منهم الكتكات الامريكي من انتاج شركه هرشي بينما الكتكات اللي عندنا بالخليج اللي ناكل اللي نحبه من انتاج شركه نستله فهذا امريكي هذاك بريطاني هذا طبعا الفان سايز الفان سايز هذا صغير وشكله حلو كذا يعني تاكله بسرعه وفجاه يجي عندك الفان سايز هذا فعندك فان سايز وعندك فان سايز هذا اذا ما خاب ظني طبعا اكيد ما هو كتكات كامل اتمنى واو يعني لو كان هذا حبه كتكات كامله اوكي يعني ساين مي ان ممكن اكله ممكن اعطي 10 حتى ولكني متاكد ان داخلها في حبات كتكات ما ادري هل هي نفس الحجم هذا او لا اوكي حبيت الحركه حلوه يعني انه مسوي لك كانك كتكات يا نفس ال واو كم حبه في هذا ما ادري ما هو مكتوب كم حبه بس انه كثير يعني ما ادري ما هو مكتوب كم بس اتوقع 60 حبه مو اقل من 60 واو اوكي ناكل واحد كتكات يعني لان يعني زمان عنا وكذا ما زلت احب كتكات البريطاني اكثر ولكن هذا مو سيء ابدا مو سيء
كشكل كباكج كحلاوة راح أعطي صراحة 8/10. وخندم هذه ندخلها هنا ونروح للي بعده. اللي بعده صراحة يعني متيم، يعني أنت ليش مرجع لنا هذا هرشي؟ يعني ليش متيم قاعد يشوف هرشي وأنا توي شايف هرشي بالفيديو الماضي؟ يعني الهرشي المعتاد، يعني الشيء الفن سايز الصغير اللذيذ اللي كلنا نحبه، يعني سريع يعني شوكولات ميلك كذا وأنت طاير. وفجأة يجي عندنا اللي جربناه بالفيديو الماضي، عشان تعرفون اني ما ارمي الاشياء، اللي هو ال 1 باوند اتوقع كان، يا 1 باوند باب. طيب هذا الانسان اللي انت تعزه، طيب اللي يعني تعزه مره، يحب هرشي هو انت تعزه، ولكن في ناس يعني اكثر منك تعزه، يعني تعشقها تحبها وهي تحب هرشي، فما راح تعطيها هذاك، يعني راح تعطيها هذا. يا رجل شوف الفرق، يا رجل ليش في هذا الحجم في الاسواق؟ يعني واو. اوكي اللي جربناه هذاك اللي تومركم اياه، هذا كان باوند، هذا 3 باوند. والله ما ودي افتحه يا اخي، شكله حلو. بس لازم نفتحه ونجربه. واو. يا رجل شوف فرق الحجم، يعني هذا شعره قدام. ما ودي افتحه يا اخي، والله شكله مره حلو. والمشكلة انه ما هو محطوط في كيس، محطوط في القصدير، يعني الاحجام الصغيرة مرة. يا اخي والله حرام تفتحه هذا. والله ارجع اقفله، والله. اوكي. اتوقع ان هذا كفاية. يا رجل الحجم. اوكي انا شفت شيء صراحة خلاني اتحمس ان افتحه كامل. واو اوكي ما ادري ايش اقول زيادة، ما ادري. يا رجل ايش مكتوب؟ The chocolate that is pure. اوكي واو. الحين ما ادري شلون ارجع قفله. واو، اذا قال لك تجربة، هذا تجربة، يعني حجم انه الحبة الصغيرة هذه، يعني مخلينا كأنه قطعة خل افتح لكم هذا، خلينا كأنه قطعة، هذه القطعة الصغيرة، اوكي؟ هذه القطعة اللي كسرتها الحين، هذه هي نفسها هذه. بس هذا في لوز يعني، which is nice صراحة، حبيته بقى كاملة كلها. كتجربة اللي قاعد اشوفه صراحة مرة حلو، وبعطيه 100% 9/10. اوكي نجي لاخر شيء، وهو اول شيء شفته واول شيء اخذته من زمان عندي هنا، واول شيء تحمس صراحه اني اسوي الفيديو عشانه. تذكرون يوم كنا صغار كيف كان كل واحد يعني يخطب وكذا، يعني خطوبه يلبس مصاص هذا الصغير؟ انا شفته بس يعني واحد كان يحبه وهو صغير، فكبر وما زال يعني صغير كبير في نفس الوقت، صديقك هذا الدلعه وتجيب له هذا. ما عاد يدخل في الصبع خلاص، يعني هذا ايده كلها يا رجل. يعني واحد ما ادري وش اقول يا اخي، يعني عادة الطفولة. طعم يا اخي مرة لذيذ. واو صراحة كتجربة يا اخي مرة حلوة، تعيش طفولة بس يعني أكبر كذا. أبعطيك تجربة صراحة 8/10. ما أدري، حسيت تمنيت لو كان هذا الصغير يدخل في الصبع، بس إنه هذا حجمه كبير كان راح يطلع مرة بطل، ولكن كذا همس المرة بطل. فذلك كان عندنا اليوم حبيبتي، لا تنسون اللايك سبسكرايب وشير، وتظهرنا في الفيديو الجاي قريبا جدا 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 جدا. كان معكم متيم بن عبد الله، وش أخبار مثل ما يقول لكم المصاص هنا، هذا الخاتم على المليون. كان معكم متيم بن عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Bye.